تستمر ميليشيات الحوثيين في اليمن بنشر الفوضى والخراب في كل مكان في البلاد تحت يافطة المقاومة والممانعة، فيما يعاني الشعب اليمني من ويلات جرتها عليه تلك الميليشيات المدعومة إيرانيا. الإرهاب الحوثي بلغ مداه، لكن العالم لا يزال متفرجا على اليمنيين الذين تأكلهم نار الميليشيات في الليل والنهار. سوى تصريحات خجولة من هنا أو من هناك قد يكون لها تأثير مستقبلي بحسب مراقبين. نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندر كينغ قال إن ميليشيات الحوثي في اليمن تتصرف كجماعة إرهابية باستهداف المدنيين والبنية التحتية في البلاد، ما قد يدفع إلى تصنيفها على لائحة الإرهاب الدولية. ليندر كينغ قال إن الحوثيين يستخدمون الأطفال كجنود في المعارك ويعترضون تقديم المساعدات الإغاثية الدولية لليمنيين، لكنه كشف عن إمكانية تسبب الحوثيين بكارثة بحرية، معتبرا أن هذه الأسباب قد تدفع إلى تصنيفها كجماعة إرهابية دولية. الطائرات المسيرة الملاغمة والصواريخ التي تطلقها ميليشيات الحوثيين نحو السعودية أصبحت تهدد أمن وسلامة المنطقة واستقرارها، يقول ليندر كينغ، وهي تستمد دعمها من إيران، ذلك الدعم الذي لم يعد خافيا على أحد، وتوثق علاقتها بفيلق القدس الإيراني المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية. تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج جاءت بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على 5 مسؤولين في ميليشيات الحوثي لارتكابهم انتهاكات إنسانية خطيرة بعمليات تعذيب نساء وأطفال في اليمن بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. عقوبات وتنديد، غير أن الشعب اليمني مل من كثرة المواقف والتصريحات الخجولة التي لم تسهم حتى اليوم في ردع أنشطة ميليشيات الحوثيين وإيقاف جرائمها ضد المدنيين.